السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم بحر المنسي من قناة طارود سماء المحبة. اتأخرت عليكم يا مواليد برج الجدي، بس هلحقكم في توقعات السنة الجديدة، توقعات عام 2024 اللي من المفترض ان انتوا حصلتوا في الفيديوهات اللي قالوها كل بتوع الأبراج عن العديد من البشرة حوالين العام ده، وانا بشرتكم برضو بفيديوهات سابقة، وكنت اول حد يبشركم بتوقعات العام الجديد العام الماضي عن احداث جميلة جدا، وقلت لكم ان انتم بتبدأوا يا مواليد برج الجدي مرحلة من الوفرة، بتبدأوا ليفل تاني من الوفرة، مرحلة تانية من حياتكم، بتبدأوا حاجة جديدة، بتبدأوا ليفل اخر، بتنتقلوا بمستواكم او بترتقوا بمستواكم، او في احداث كثيرة بشرناكم بيها. بدون ما نطول في المقدمة، خلينا يا مواليد برج الجدي نبدأ القراءة بسم الله. وهنا ظاهر 7 of wands، 7 عصيان، 9 عملات، فارس السيوف، كارت العالم. مولود برج الجدي في البعد الأول عندك، أو خلال المرحلة الأولى أو الشهور الأولى من عام 2024، نقدر نقول إنك أنت بتروج لشيء، في حاجة بتروج ليها أو بتدعو ليها أو بتجذب إعجاب الناس ليها أو آراء الناس ليها. ممكن يكون شغل، حاجة بتروج لها، أو شهرة، أو شيء زي كده. شايف 9 of Pentacles، الكارد اللي بيبشر بالنسبة لك يا مولود برج الجدي بنجاح كبير جدا 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 على صعيد تحقيق النجاحات المالية خلال هذا العام. أنت بتستقبل أبواب الوفرة، أنت بتستقبل مرحلة من الوفرة. شايف أنك أنت هتسعى لتحقيق أهداف سابقة بعد نجاحات في العمل، أو بعد جزء من النجاحات المهنية اللي بتحققها، هتسعى لتحقيق أهداف سابقة ليها علاقة بالعلاقات والأشخاص اللي في المحيط الخاص بيك. ربما تتغير، ربما تصبح أكثر حكمة. شايف أنك أنت تصير أكثر حكمة على الصعيد العاطفي في اختيار الأشخاص اللي هيكونوا في المحيط بتاعك. الأمر اللي بيوحي بقوة كبيرة أنت بتمتلكها، أو بنوع معين من السيطرة أو التحكم في الظروف، أو التحكم في من ينبغي عليهم البقاء في حياتك ومن ينبغي عليهم الرحيل. شايف انك انت بتخرج اشخاص عديدة من حياتك خلال النصف الاول من هذا العام. شايف انك انت عارف ومستعد لكده من دلوقتي. شايف انك انت بتبحث في العام ده عن حياة سعيدة مشرقة، فيها احلامك، فيها امانيك، فيها طموحاتك، وخالية من المنافقين. شايف 5 of Pentacles ان بيكون في تسديد ديون او انتهاء مرحلة تسديد ديون او متاعب مالية. وشايف 4 of Cups انك انت بتنعم بوفرة كبيرة على الصعيد المالي وعلى الصعيد النفسي وعلى صعيد تحقيق اهدافك. شايف 8 of Pentacles، الامر اللي بيقول انك انت هتحقق ما يعادل ضعفين التوازن المالي خلال عام 2024، حتى انك انت الاشخاص اللي هترحل عنهم خلال هذا العام لن يكون الرحيل او للرحيل اثر جيد عليهم، ولكن سيتأثروا جدا برحيلك وخسارتك بعد نجاح كبير انت هتحققه. بعدها هتتخذ قرارات قاسية تجاه بعض العلاقات في حياتك. شايف آس أوف كابس جايلك هدية قيمة في العام ده،
شايف انك انت هتحقق استقرار حقيقي على صعيد العلاقات العاطفية وعلى صعيد علاقتك مع الشريك. شايف شريك وبنتك كأنك بتبدأ تبحث في شراكات مالية جديدة. وشايف كوين اوف سورد ان شخصيتكم اصبحت اقوى عن السنوات الماضية مواليد برج الجدي، واصبح عندكم نوع ما من انواع الجدية في التعبير عن مشاعركم. ده كده في البعد الاول، هشوفنا الاربع ابواب في البعد الاول عندكم. هنبدأ دلوقتي نخش البعد الباطن، الاسرار الباطنة او النوايا او نوايا الاشخاص اللي حواليكم خلال هذا العام. وهنا ظاهر كينج اوف كابس، كينج اوف كابس اللي بيرمز ان الاشخاص اللي في المحيط بتاعكم خلال هذا العام هي علاقات تعتبر جديدة، علاقات هدفها اسعادكم، علاقات بناءة او ايجابية بشكل كبير وفيها متعة كثيرة. الا ان بعض الاستمتاع بيختلف من شكل لاخر عند بعض مواليد برج الجدي. فشايف ان برضو هيكون عندكم من العلاقات الجديدة دي بعض العلاقات المستقبلية اللي هتكون بتستنزفكم. شايف ان انتوا عندكم الفترة دي زي حلاوة البدايات، زي فترة زي ما يكون عام 2024 هو بداية علاقات جديدة وحلاوة البدايات، حلاوة معرفة اشخاص جداد، انتهاء مشاكل وشفاء وانتهاء خلافات. شايف سيفن اوف كابس اللي بيشتغلوا في الفن او اللي عندهم اعمال كتابية او اللي عندهم اعمال في مجالات الفنون او السوشيال ميديا او الاعلام او الحاجات دي كلها، شايف ان بيكون عندهم نجاحات كبيرة جدا في العام ده. شايف ان كنتوا بتكون عندكم تحرر من اوضاع معلقة، الناس اللي كان عندهم زي صعوبة في ممارسة هواياتهم بيمارسوا هواياتهم بكل اتقان في عام 2024. شايف فايف اوف سورد الامر اللي بيدل على تحمل مسؤوليات كبيرة، كل حاجة كويسة في حياتك ليها علاقة بالاستقرار المالي، الوفرة المالية، البداية المالية، المرحلة المالية اللي انت عايشها، كل حاجة من الحاجات دي بتتطلب منك مجهود كبير جدا للحفاظ عليها. شايف 6 اوف وند الامر اللي بيدل على انك مهما كان ليك اعداء، مهما كان ليك اشخاص بتتحداك، الا ان سلطك او سلطتك اعلى من اعدائك. مع العلم ان في ناس في حياتك يا مولود برج الجدي مش بيتمنوا يشوفوك بتموت، ده يتمنوا يشوفوك بتزحف لحد ما تموت. فاهم ناس بقى اللي هم ايه، عارف انت اللي هم زي ما بنقول عليهم بصرم. شايف ايه تو فوند انك انت الفترة اللي جاية هيكون في صداقات كويسة، بقدر ما في اعداءات او بقدر ما في علاقات سيئة، بقدر ما هيكون في علاقات كويسة وهتتطور بعض العلاقات عندك وهتكون صداقات حقيقية. هنا كارت زفول، كارت زفول الأحمر اللي بيدل على إنك بتتبع مشاعرك بشكل كبير. شايف سكسو بنتكال كأن القدر اختارك إنك أنت تكون اليد العليا خلال هذا العام وإنك ما تكونش اليد السفلى. فور أوف سورد هنا القدر بيحذرك من النرجسية أو بيحذرك من استنزاف الشريك تحديداً. وهنا كارت ذا لافرز اللي بيؤكد على ان روابط الحب بينكم قوية جدا واكبر من اي حدث ممكن يحصل ايجابي او سلبي في هذه العلاقة. كده شفنا بعد الباطن، خلينا نشوف بعد السر الاعظم البعد الثالث. ثري اوف سورد خلينا متفقين انك انت كسبت حاجات، هي متفقين انك انت في حاجات كتير في حياتك كويسة وانت كسبتها في عام 2023 مهما كان صعب. وخلينا متفقين ان في اشخاص بيسعوا انهم يسلبوا منك او يحرموك من كل شيء انت كسبته. خلينا متفقين 6 اوف سورد انك انت مش ضعيف،
انك انت قوي نوعا ما وقادر على إثارة الامور اكثر اذا لزم الامر، وشايف اسف ووند ان هيكون في حدث هيغير حياتك خلال هذا العام، زي ما يكون استجابة أمنية لطالما طال انتظارها خلال هذا العام، وهذه الأمنية هتساهم في نصرة كبيرة ليك وقوية جدا وتطور موقف، وهتساهم في تحقيق استقرار كبير جدا على كل أصعدة حياتك، الصعيد المالي والصعيد العاطفي. شايف 5 اوف وومد هيكون عندك تسديد ديون، وده متشالك في بوابة السر الأعظم مع بيج وبنتكل، إن دي مرحلة تانية من العملات أو جزء تاني من قدرك على الصعيد المالي، إنك أنت المرحلة اللي أنت كنت بتدعي فيها، عارفين اللي كانوا بيدعوا منكم إن هم يكونوا أغنياء، هيكونوا أغنياء في عام 2024. اللي مدعاش بس هو اللي مش هيتحرك من مكانه. شايف هنا زادس إنها تنتهي كل مشاكلك خلال العام ده. شايف هنا جادجمنت، هو عامل محاكمة، كأنك بتحصل على العدالة القدرية جراء تجربة صعبة أنت مريت بيها جعلتك أكثر حكمة وأكثر إبداعا وطيبة. شايف كينج أوف سورد وقوة في اتخاذ القرارات في نفس الوقت وحزم. شايف هنا ناين أوف سورد، كتير منكم ظاهرين إن وضعهم الصحي سيء. في بوابة السر الأعظم ناين أوف سورد تدل على وضع صحي سيء جدا، وبالرغم من كده انتوا ناجحين، يعني انتوا مش مقصرين في العمل، مش مقصرين في اي حاجة، بس الوضع الصحي سيء. شايف 8 اوف وند، كتير منكم بيستعدوا لخطوات مصيرية، وشايف اخر كارت عندكم ستار نحو تحقيق احلامهم اللي كانوا بيتمنوها من فترة بعيدة. خلونا نشوف رسائل الشريك ليكم ايه، او بلاش رسائل الشريك، خلينا نشوف صفات الشريك في عام 2024 اللي هيكون في حياتكم، او اسلوب الشريك معاكم هيكون ازاي في عام 2024 وصفات الشريك في العام ده. أتظاهر بالقوة ولكني ضعيف بدونك، بيني وبينك حائط سد لا أستطيع تخطيه، فقط أرجو منك أن تمهليني بعض الوقت. تأكد بأنني إن رأيت النور في غيرك سأختار غيرك. لم أشعر بالراحة معك وشعرتها مع أحد غيرك، وتقبل عيوبي قبل مميزاتي. أعشق جسدك ورائحتك وعينيك. إذن فالتوقعات هنا لعام 2024 بينكم وبين الشريك للمنفصلين بتدل على فترة من الانفصال، وشايف إن الشريك هيطلب منكم فرصة لبداية جديدة أو لإنهاء خلافات ما بينكم، وشايف إن المشكلة هتكون عندكم في العام ده بسبب وجود طرف ثالث. خلونا نشوف الفنجان. الفنجان المنظر التنوة كده اللي في الطبق، الحتة اللي طالعة فوق ديت، تدل على حصولكم على أموال جيدة خلال العام ده، أو وفرة كبيرة على الصعيد المالي.
حالة نفسية كويسة جدا، شايف نهاية هموم، نهاية ضغوطات، نهاية مشاكل، شايف إن كنتوا تعتبروا في طور العنقاء في تغيير جذري بيحصل في حياتكم، وشايف إن كتير منهم كم عندهم سفر في أول 3 شهور من العام ده، شايف إن كنتوا بتقابلوا شخصيات هامة جدا، وبيكون المحيط بتاعكم مليء بالعلاقات أو بالتعاملات خلال هذا العام، واستجابة أمنيات كنتوا بتنتظروها. البعض منكم هيضحي بحاجة، البعض منكم في حاجة انتم نادرينها، الحاجة دي هتتحقق، وكتير منكم هيضحوا أو هيطلعوا حاجة كنتم نادرينها. شايف ما شاء الله مرسوم عندكم في الفنجان، رسمة برج الجدي. بصوا الرسمة دي، الرسمة اللي بتدل على برج الجدي، إن كنتوا السنة دي هي سنة حظكم أساسا، أو سنة من أسعد السنوات لمواليد برج الجدي بشكل خاص، وشايف استجابة أمنيات كثيرة كنتوا بتنتظروها الفترة اللي فاتت هتغير حياتكم بشكل كبير. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم التوقعات الشهرية والأسبوعية واليومية لبرجكم، والحجز قراءة خاصة تواصلوا معايا من خلال رقم واتساب اللي أمامكم على الشاشة. شكرا ليكم، السلام عليكم.